يمر الزمان بنا متأثراً بأشخاص غيروا ملامحه، وأماكن بقيت في ذاكرة التاريخ لا يعتريها نسيان لعلو شأنها وبعد أثرها. فلا يمكن أن ننسى الصحابي الجليل عقبة بن عامر الذي كان والياً على مصر عام 44 للهجرة، وكان يسأل ويستفتى. وفي الرواق العباسي بالجامع الأزهر يتصدر لمنصب مفتي الديار المصرية الشيخ المهدي العباسي الكبير، وذلك في القرن 19 الميلادي الموافق 13 من الهجرة. وقد ظلت دار الإفتاء المصرية في الرواق العباسي إلى سنة 1932 للميلاد، ثم انتقلت بعد ذلك دار الإفتاء ليكون مقرها المحكمة الشرعية العليا في شارع نور الظلام بالحلمية، إلى أن ألغيت المحاكم الشرعية سنة 1955، ثم نقلت دار الإفتاء المصرية بعد ذلك إلى قصر عابدين. ومن قصر عابدين انتقلت دار الإفتاء إلى القضاء العالي، وظلت به حيناً من الدهر حتى استقرت في مجمع المحاكم بالعباسية، إلى أن انتهى بها المطاف سنة 1992 في مبناها الجديد الذي شيده فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي حينما كان مفتياً للديار المصرية، ولما كان لكل جسد روح ولكل مبنى معنى، فإن دار الإفتاء المصرية كانت على موعد مع من يحيي المعنى لهذا المبنى في بعث جديد لعلوم الدين والفتوى بمفهوم العصر الحاضر. واجتمعت لذاكرة التاريخ أعمدته الثلاثة: شخص وزمان ومكان. فكان الزمان عام 2003 من الميلاد، عاماً تولى فيه فضيلة الدكتور علي جمعة منصب الإفتاء، ليكون هذا العام بداية لانطلاقة جديدة وتوسع أكبر لدور دار الإفتاء المصرية في خدمة الأمة الإسلامية. عندما توليت دار الإفتاء كان الهاجس الذي يسيطر عليه تحويلها إلى مؤسسة تنفصل عن الأشخاص، تدوم بعد زوالهم، تستطيع أن تمارس مهامها في قوة وفي خطوات ثابتة إلى الأمام. وهذا احتاج منا إلى تطوير الأدوات، ولذلك أنشأنا الموقع الذي يذاع بالعربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات. أنشأنا الكول سنتر الذي يتلقى كل يوم مكالمات من يطلب الفتوى ويجيب عليها. أنشأنا مجلة للدار حتى تنشر الأبحاث والفتاوي المؤصلة. أنشأنا مجموعة من البروتوكولات بين الدار وبين المؤسسات الداخلية كالجامعات، مراكز البحوث، البنك المركزي والمؤسسات الخارجية في دولة الكويت ولبنان والإمارات والسودان وغيرها. أنشأنا كل هذه الأدوات حتى تتحول هذه الدار إلى مؤسسة تؤدي وظيفتها.
وقد أنشأ فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية بقرار صادر من فضيلته العديد من القطاعات التي تضيف لدار الإفتاء دوراً حيوياً يثري الفكر الإسلامي المستنير الوسطي، فأنشأ فضيلته قسم أمانة الفتوى، وهي تضم كبار علماء دار الإفتاء المصرية، وهي أشبه بالمجلس الفقهي المتكامل، وتستقبل دار الإفتاء المصرية بإدارة الفتوى الشفوية الأسئلة والفتاوى، وتجيب عنها باللغات المختلفة عن طريق حضور السائل شخصياً، وتوفر الدار خدمة الفتاوى المكتوبة لمن يرغب في ذلك. وهناك طرق أخرى لتلقي استفسارات المواطنين، منها الفاكس المخصص لذلك. وفي مواكبة لتقنيات العصر تم إضافة خدمة تلقي الفتاوى عبر الموقع الإلكتروني للدار على شبكة الإنترنت مركز الاتصالات، يعد إضافة أخرى لسوابقها من قطاعات مستحدثة شهدتها دار الإفتاء. ويبلغ عدد الفتاوى التي تصدر شهرياً من دار الإفتاء شفاهة وكتابة وعن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني والبريد العادي والفاكس حوالي 50,000 فتوى حسب آخر الإحصائيات. تطور آخر تم بالاستعانة بإحدى شركات تطوير البرمجيات، حيث تم الانتهاء من تطوير نظام ميكنة الفتاوى المكتوبة. جهد آخر استمر 4 سنوات لتحافظ دار الإفتاء على السجلات التي قامت بتدوين الفتاوى فيها منذ إنشائها سنة 1895 حتى الآن. وقد قام فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية بتصوير هذه السجلات عن طريق الماسح الضوئي وإدخال كل الفتاوى الصادرة عن الدار بالسجلات المنضبطة بطريقة الكلمة أو بطريقة الوورد، فمكنت الباحثين من البحث، وتم حفظ السجلات في البنك المركزي المصري. ومن الأقسام الجديدة أيضاً والتي تعطي زخماً لدور دار الإفتاء قسم الأبحاث الشرعية، والذي يضم مجموعة من الباحثين المتخصصين ذوي الكفاءة العالية. نظراً للتطور الهائل في عدد الفتاوى التي ترد إلى دار الإفتاء المصرية من كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تخفيف العبء عن المواطنين، ارتأت دار الإفتاء إنشاء فروع جديدة لها في بعض المحافظات، منها محافظة أسيوط والإسكندرية. كذلك تم إنشاء إدارة مستقلة للحساب الشرعي في الخدمات المالية الشرعية كحساب الزكاة والتركات والشركات، سداً لاحتياجات المجتمع الداخلي والخارجي. ومن أجل تحقيق التواصل بين علماء الفتوى في العالم، أنشأت دار الإفتاء موقع دار الإفتاء العالمية. ونهوضاً بالمستوى العلمي للباحثين، طور فضيلة الدكتور علي جمعة مكتبة دار الإفتاء المصرية لتكون مكتبة علمية ضخمة في عهده، لتضم أضابير الكتب والمجلدات المطبوعة، كما أضاف إليها مكتبة إلكترونية تحتوي على أكثر من 1.5 مليون كتاب إلكتروني.
وإيماناً من فضيلة الدكتور علي جمعة بضرورة وجود كوادر علمية قادرة على مواكبة تطورات وتقنيات العصر، أنشأ مركز التدريب بالدار، كما يتم استخدام تقنية العصر من وسائط للتدريب عن بعد، وذلك على موقع خاص بالتعليم عن بعد. وتوفر هذه الخدمة على طلاب العلم عناء السفر للحصول على دراسة دورة الإفتاء بالدار، إيماناً من فضيلة الدكتور علي جمعة بأهمية التواصل مع كل المسلمين في العالم، أنشأ قسماً للترجمة بتسع لغات مختلفة. ومن باب التفاعل مع قضايا الأمة والدفاع عنها، وجهت دار الإفتاء حملتها العالمية باللغة الإنجليزية للرد على الإساءة الموجهة للإسلام ولنبيه صلى الله عليه وسلم، من خلال حملة الملصقات في مترو نيويورك للتعريف بالإسلام والنبي محمد. أصدرت الدار فتاوى مجتمعية كان لها تأثير بالغ على المجتمع، منها فتوى حرمة توريث الحكم في يوليو عام 2008، وأخرى تجيز نقل أموال الزكاة لإغاثة المسلمين بالصومال بسبب ما أصابهم من مجاعة. يعتبر قسم البرمجيات صورة من صور التناغم مع العصر بتقنياته، حيث يقوم بحفظ تراث الدار من فتاوى وأبحاث منذ نشأتها، انطلاقاً من إيمان دار الإفتاء بأهمية الإعلام. تم إنشاء المركز الإعلامي لتوصيل رسالة الدار إلى الأمة، ويعمل المركز على تحقيق أهداف منها متابعة ومراقبة وسائل الإعلام محلياً وعالمياً، كما تم إنشاء المرصد الإعلامي لرصد الشأن الديني في مصر والعالم، وتثميناً لجهودها حصلت دار الإفتاء المصرية على جائزة عالمية في الإعلام والتواصل من مؤسسة ميديا تنور الدولية بسويسرا. وفي أكتوبر من عام 2011 ضمت دار الإفتاء المصرية إلى مبادرة أكاديميك إمباكت للأمم المتحدة. وفي إطار النشاط الأكاديمي أصدرت دار الإفتاء المصرية مجلتها العلمية المحكمة باللغة العربية، كما تم إصدار موسوعة الفتاوى الإسلامية في 39 جزءاً. كما أصدرت دار الإفتاء المصرية ضمن سلسلة إصدارات الدار الدليل الإرشادي المجاني، وهو كتاب الحج والعمرة. كما أصدرت دار الإفتاء المصرية ضمن سلسلة المطبوعات الخاصة بها كتاب الصيام. عندنا بقى خبر كويس يمكن يساهم في حل المشكلات الزوجية. دار الإفتاء أنشأت إدارة جديدة للتحكيم وفضل المنازعات بين المصريين برئاسة الدكتور محمد شلبي أحد علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء. دكتور بقى مجدي عاشور مستشار المفتي قال إن الخطوة دي بتأكد على الدور الاجتماعي اللي بتحرص دار الإفتاء المصرية على إنها تقوم بيه، وقال دكتور عاشور إن التفكير في إنشاء الإدارة دي بيرجع لأن المشاكل والخلافات داخل المجتمع المصري زادت، وقال إن المشكلة إن القضاء أحباله طويلة. هو في الأصل الذي يحكم بالإعدام ليس هو الذي يحكم، وإنما ينزل حكم الله عز وجل على الواقعة إذا كانت متحققة فيها الشروط التي جاءت في كتب الفقه أو كتب القانون. مرة أخرى وتانية وتالتة وعاشرة الحقيقة، يعني بنشكر ونثمن جهود فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة
لأن كل يوم تقريبا بياخد خطوة ممتازة زي اللي فاتت أو أكتر. كل صباح تقريبا بنقرأ خبر إيجابي من إنجازات فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة. قلنا قبل كده لما حصلت الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في أمريكا، رد في أكبر واحدة من أكبر الصحف الأمريكية صحيفة واشنطن بوست، وقلنا قبل كده أنه أدلى بحديث لCNN وأدلى بحديث لموقع الرسمي للأمم المتحدة. يعني في عالمية لدور الإفتاء وعالمية لمكانة ومكان مفتي مصر. وما جعل أفئدة الناس وعقولهم تهوي إلى دار الإفتاء إلا تاريخها الكبير وامتلاكها أسسا علمية منضبطة ومنهجية عملية مشهودا لها بالوسطية، هي وسطية الأزهر الشريف، لتسطر لدار الإفتاء المصرية السيرة والمسيرة.